بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية بنات بدينا في شابتر 14 واخذنا اول سيكشن وهو الفانكشنز اوف سيفرال فاريبلز. عرفنا هذه الفانكشن، جبنا الدومين والرينج لهذه الفانكشن، جبنا ما يسمى بالليفل سيرفيس والليفل كيرفز لمين للمنحنى في الاحداثيات الكارتيزيه، سواء كان في متغيرين او في ثلاثه متغيرات. تمام، اليوم ان شاء الله حنيجي لهذه الفانكشنز، نجيب الليميتس والكونتينيوتي لهذه الدوال. حنبدا باول نقطه، يعني حنقسم هذا السكشن الى نقطتين. النقطه الاولى بدنا ناخذ فيها الليميتس، والنقطه الثانيه بناخذ فيها الكونتينيوتي. يعني هنقسم محاضرتنا الى جزئين ان شاء الله تبارك وتعالى. لو رجعنا بالذاكره الى الوراء الى كالكولس اي او كالكولس بي، كنا بنقول ليميت لفانكشن ما، فكنا بنكتب ليميت الاف اوف اكس لما الاكس بدها تروح الى اكس نود يساوي رقم، وليكن هذا الرقم ال، فكنا بنقول الاف از فانكشن اوف وان فاريبل، يبقى في متغير واحد، ذن الليميت للاف اوف اكس لما الاكس بدها تروح الى اكس نود بده يساوي الرقم ال. هذا ما كنا ندرسه في كالكولس اي وبي. الان نيجي نقول لو كانت الفانكشن في متغيرين شو اللي بده يحصل؟ يبقى باجي بقول هنا اف، الاف از ا فانكشن اوف تو فاريبلز، في متغيرين، then باجي بقول limit للاف اوف اكس واي، صارت متغيرين، اللي تحت بده يصير اكس واي بدها تروح الى اكس نود وواي نود بده يساوي ال مثلا. طب لو كانت في ثلاثة متغيرات، يبقى لو كانت الدالة function of three variables في ثلاثة متغيرات، then limit للf of x وy وz لما الx والy والz بدها تروح إلى x نود tends to x نود وy نود وz نود، يبقى الناتج هذا بده يساوي ال، بده يساوي ال، يبقى بده يساوي مين؟ بده يساوي ال. وهكذا يبقى لو عندي متغيرين ثلاثة أربعة إن من المتغير كله بنفس الفورمة، يبقى نفس المفهوم اللي احنا تعلمناه بالنسبة لمين؟ لكالكولاس اي. بناء عليه يبقى هنا لو جيت قلت لك لو قلت لك بالله قديش ليميت للإكس لما الإكس وواي بدها تروح للإكس نود وواي نود، يبقى أول خطوة في إيجاد الليميت هو التعويض المباشر، يبقى هذه قديش حتساوي؟ إكس نود. طب والواي ما عنديش واي، يبقى لا علاقة لها، كأنها مش موجودة أصلا. طب لو قلت ليميت للواي لما الإكس وواي بدها تروح للإكس نود وواي نود، برضو كمان واي نود. طب لو قلت ليميت لكونستانت كي لما الاكس وواي بدها تروح الى اكس نود وواي نود، ليميت المقدار الثابت بالمقدار الثابت اتسلف اللي درس في كالكولاس اي والله بي والله سي هو نفس الشيء، بقول له هنا وير حيث الكي از كونستانت، يبقى لو كان مقدار ثابت بيكون بنفس النتيجه. الخواص منات التي درست في كالكولاس اي على الليمس للفانكشن نفسها هي على الفانكشنز اوف تو فاريبلز اوف ثري فاريبلز اوف ان فاريبلز الى اخره. ابن احنا حنبدا نذكر بهذا الكلام لفانكشن اوف تو فاريبلز، وما ينطبق على الفانكشن اوف تو فاريبلز نفسه تماما على الفانكشنز اوف ثري فاريبلز or more variables أو أكثر من ذلك، لو كان أربع متغيرات
خمس متغيرات إن من المتغيرات إلى آخره. يبقى هذا حنحطه على صيغة النظرية التالية، ثيرم. نقول اللي هي البروبارتيز الخواص، بروبارتيز of limits of functions of two variables. F, L, M, and LK are real numbers, and the limit للf of x و y لما الx والy بدها تروح الى x نود و y نود تساوي ال and the limit للg of x و y لما الx والy بدها تروح الى x نود و y نود بده يساوي الام مثلا. then النقطة الأولى limit لمين؟ للf of x و y زائد أو ناقص g of x و y لما الx و y بدها تروح إلى x نود و y نود. يبقى هذا الكلام بده يساوي ال زائد أو ناقص m. النقطة الثانية limit لk في f of x و y لما ال x وال y بدها تروح إلى x نود و y نود بده يساوي k في l. and بناء عليه limit لمين؟ للf of x و y في الg of x و y لما x و y بدها تروح الى x نود و y نود. يبقى هذا الكلام بده يساوي ال L في m. النقطة الثالثة بدي limit للf of x و y على الg of x و y لما الx وال y بدها تروح الى x نود و y نود. يبقى هذا كلام بده يساوي ال على m بشرط انه ال m ممنوع تساوي زيرو. النقطة الرابعة limit للf of x و y كله to the power n لما الx والy بدها تروح الى x نود وy نود. يبقى هذا بده يساوي ال L plus n وال n is a positive integer. النقطة الخامسة limit لما الx والy بدها تروح الى x نود وy نود للجذر النوني للf of x و y بده يساوي الجذر النوني لل واللي هو بده يساوي ال اس واحد على n وال n as a positive integer. النقطة السادسة والأخيرة اللي هي الساندويتش ثيورم.
أقل من أو يساوي الـ f of x و y أقل من أو يساوي الـ h of x و y for all x و y التي لا تساوي x نود و y نود. In a disk, in a disk centered at x node, y node, and if وإذا كان limit للg of x و y لما ال x وال y بدها تروح إلى X node و Y node بده يساوي limit لما ال X و Y بدها تروح إلى X node و Y node لل H of X و Y بده يساوي ال L then limit لل F of X و Y لما ال X وال Y بدها تروح إلى X نود و Y نود يبقى بده يساوي ال L كذلك. لو رجعنا إلى هذه الخواص الست اللي قدامنا لن نجد أنها تختلف مع الست خواص تبعت كالكولاس A التي درست في أول ما دخلت الجامعة في الفصل الأول أثناء دراستي. يبقى المعلومات اللي كانت على function of one variable نفسها على function of two variables. الخواص هذه بتقول لي ما يأتي. افترض ان عندي ال وام وكي كانت اعداد حقيقيه، ليمت الاف اوف اكس واي يساوي ال، ليمت الجي اوف اكس واي لما الاكس واي بتروح لاكس نود واي نود بتساوي ام. ذن النقطه الاولى درسنا في كالكولس اي نهايه المجموع الجبري لدالتين يساوي المجموع الجبري للنهايتين. ايش معناه؟ معناه كانه الليمت بدها تخش على الداله الاولى زائد او ناقص الليمت لما تخش على الداله الثانيه. يبقى ليمت الداله الاولى ب ال، ليمت الداله الثانيه ب ام. هل في خلاف بينها وبين كالكولاس اي؟ لا خلاف. النقطه الثانيه ليمت حاصل ضرب مقدار ثابت في داله، يبقى المقدار الثابت في نهايه الداله. ليش؟ لانه ليمت الكونستانت قبل قليل كتبنا بالكونستانت اتسلف، يعني لو اعتبرت هذا ليمت لحاصل ضرب دالتين بده يكون ليمت المقدار الثابت بالمقدار الثابت اتسلف في ليمت الداله اللي هو بالال، يبقى حاصل الضرب كي في ال. وكذلك لو بدل الكي كانت فانكشن اخرى ولتكن اللي هو الداله اف والداله جي، ليمت حاصل ضرب تو فانكشن يساوي ليمت الداله الاولى مضروب في ليمت الداله الثانيه يبقى ال في ام. بالمثل لو كانت قسمه يبقى ليمت للاف اوف اكس واي على الجي اوف اكس واي لما الاكس واي بتروح على اكس نود واي نود يساوي ليمت البسط على ليمت المقام، يعني بقدر اوزع البسط الليمت لكل من البسط والمقام. يبقى بناء عليها يساوي ال على ام بشرط انه المقام ممنوع يساوي صفر، يعني ممنوع الام تساوي زيرو، لانه الام لو كانت بزيرو بصير الليمت غير معرفه، does not exist، مش موجوده. تمام. طيب النقطه الرابعه ليمت الاف اوف اكس مرفوع تو ذا باور ان،
لما تقولت لكم معها في اي بي تدخل على الجوستر بيعتك عيب اس ان، تدخل تحت الجذر، تدخل على الزاوية تبعت النسبة المثلثية، تدخل على العدد داخل اللين او على الدالة داخل اللين الى اخره. يبقى معنى هذا الكلام ان الليمت دخلت داخل القوس الكل اس ان، ليمت الدالة اللي داخل القوس هو ال بصير اس ان، بحيث ان عدد صحيح موجب. اللي بعدها ليمت الجذر، يبقى بطل يصير على صحيح، ايش صار؟ صار كسري. يبقى ليمت لميل باعتبار واحد على ان، الجذر النوني تعني واحد على ان، يبقى دخلت على الداله اللي جوا، فصار ليمت اللي جوا بال تحت الجذر النوني، يعني ال اس واحد على ان، وان عدد صحيح موجب. طب السؤال هو، طب افترض كان سالب، يعني انت جبت للعدد الكسري وجبت للعدد الموجب بس ما جبتهاش للعدد السالب، صحيح ولا لا؟ او للعدد السالب الكسري، كيف نسوي لو كان مثلا اف اوف اكس اس سالب 10 مثلا؟ نقول واحد على الداله اس 10، وبدخل ليمت الكونستنت اللي فوق بواحد زي ما هو، وليمت اللي تحت باخذ الليمت بنطبق عليها ميم اللي هي الحاله اللي عندنا هذه، ومثله تماما بالنسبه للحاله اللي عندنا. يبقى ما عندنا مشكله، يبقى الليمت صحيحه للاس سواء كان موجب والله سالب والله كسري، كسري كمان موجب او سالب، على الشقتين كلامنا هذا ماله صحيح. طيب شو اسمها هذه اخر نقطه؟ ساندويتش ثيورم او سكويزنج ثيورم، هذه وهذه الاثنين نفس المعنى. طبعا اخذنا ساندويتش ثيورم في كالكولوس اي، مضبوط نفس المعلومه اللي اخذناها في كالكولوس اي هي جت في كالكولوس سي. ايش بتقول لي؟ بتقول لي لو كان عندك ثلاث دوال مرتبه بهذا الشكل، الاولى اقل من او تساوي الثانيه، والثانيه اقل من او تساوي الثالثه. هذا الكلام صحيح لكل الاكس واي اللي هي ما بتساويش اكس نود واي نود، وهذا كلام صحيح على ديسك قرص مركز النقطه اكس نود واي نود. يبقى لما اخذ الليمت لما الاكس واي كلها بدها تروح الى اكس نود وواي نود، في هذه الحاله اذا حدث ان ليمت الداله الاولى هي ليمت الداله الثالثه سوت نفس الرقم، اذا اوتوماتيك ليمت اللي في النص بدها تساوي مين؟ بدها تساوي نفس الرقم، يبقى صار ليمت اللي في النص اللي اف اوف اكس واي لما الاكس واي تنز تو اكس نود واي نود، يبقى هذه از ايكوال تو ال. هل فعليا اختلفت عما سبق الدراسه في كالكولوس؟ هو حرفيا. طب بدنا نشوف الان التطبيق العملي لهذه المفاهيم، نعطي مثال توضيحي على ذلك. يبقى اكزامبل، يحسبين النهايات التالية، الفاليوات ذا فولوينج ليميتس، النقطة الأولى دي ليميت لما الإكس والواي بدها تروح إلى ثلاثة وأربعة لمين؟ للجذر التربيعي للإكس تربيع زائد واي تربيع ناقص واحد. زي ما درسنا في كالكولس A أول خطوة في حساب الليمت هي التعويض المشير، يعني زي البولينوميال بالضبط تماما. يبقى باقي اجي بقول بدي اشيل الاكس واحط مكانها قديش يا بنات؟ ثلاثة الكل تربيع، وهذا بدي احط بدلها الأربعة الكل تربيع، وهي الناقص يساوي 9 و16 25، شيل واحد بضل جذر التربيع إلى مين؟ لل24، لو 4 في 6 يعني 2 لسكوير روت لستة، قيمة هذه النهاية. السؤال الثاني، بدي ليمت لمين؟ لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو، لمين؟ للاي اس واي في ساين الاكس على مين؟
على إكس تعويض المباشر. شوفوا ليش بجيب صفر على صفر، يبقى دبر حالك ضبط أمورك بحيث تقدر تحسب هذه الليميت. يلا فكروا مشان تقترحوا علينا كيف بده يكون شكل الحل. واحد أنا بتكلمش عن النتيجة النهائية، بتكلم على الطريقة كيف بدنا نحل المسألة. طبعا هذه واحد وهذه زيرو على زيرو. يعني نفصل هذه إلى نهاية حاصل ضرب دالتين. تمام التمام. يبقى هذا ليميت لما الاكس والواي بدها تروح الى زيرو وزيرو للاي اس واي، في ليميت لما الاكس والواي بدها تروح لزيرو زيرو لساين الاكس على اكس ويساوي. ما عنديش الاكس كانه واي وين بدها تروح؟ لزيرو. التعويض المباشر بيعطيكي اي اس زيرو. طب وهذه ما عنديش واي، كانه الاكس بدها تروح لمين؟ لزيرو. اظن معروفه هذه من كالكولاسيه بقديش؟ واحد. اذا بدكش كالكولاسيه بروح لكالكولاس بي. بقول زيرو على زيرو بقاعده لويت المشتقه البص على مشتقه المقام، يبقى كوساين الاكس على واحد، كوساين صفر بواحد على واحد اللي هو مين؟ بواحد. صحيح. يبقى النتيجة تساوي واحد فقط لا غير. السؤال الثالث، يبقى احنا بدنا ليميت لما الاكس والواي بدها تروح لمين؟ للواحد وواحد، لا الاكس تربيع ناقص واي تربيع على اكس ناقص الواي. تعويض المباشر شو بجيب لي؟ ابقى دبر امورك. لكن لو اجي طلعت في البسط بلاقيه هو عباره عن فرق بين المربعين. يبقى هذا الكلام بده يساوي ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للواحد وواحد، بحلل هذا اكس ناقص واي في اكس زائد واي على مين؟ على اكس ناقص واي. طبعا القوس هذا بيروح مع القوس هذا، وبالتالي تقول المساله الى ليميت لما الاكس وواي بده يروح واحد وواحد، بضل عندي قديش؟ اكس زائد واي، يبقى واحد زائد واحد يساوي قديش؟ اثنين. اذا يا بنات اذا كان في عندي راشونال فانكشن في البسط والمقام، بحلل كل من البسط والمقام وبجري الاختصارات اللي موجودة، وبعد هيك بروح بعوض تعويض مباشر، بنحصل على مين؟ على النتيجة كما في هذا المثال. نعطي مثالا رابعا. بدنا ليميت لما الاكس والواي بدها تروح لمين؟ لاثنين واثنين، بشرط انه الاكس زائد الواي ما تساويش أربعة، للإكس زائد الواي ناقص أربعة على الجذر التربيعي لإكس زائد واي ناقص اثنين. سؤال مرة ثانية، لمثل دالة قدام نهاية، عندي الإكس والواي بدها تروح لاثنين واثنين بشرط إنه الإكس زائد واي ما تساويش أربعة. طب لو سوت أربعة شو بده يحصل؟ يبقى بده يصير جذر الأربعة لو باثنين ناقص اثنين بزيرو، وأربعة ناقص أربعة بصير زيرو على زيرو. تمام؟ طب إيش بدنا نسوي في هذه الدالة؟ واحدة بتقول نضرب في المرافق، في واحدة تانية عندها اقتراح آخر غير الضرب في المرافق؟ يلا ممتاز. كفرق بين المربعين. يبقى أمامي طريقين أسلكهم لحل هذا السؤال، إما تحليل البسط كفرق بين المربعين ثم الاختصارات كما اختصرنا في السؤال اللي قبله، يا إما ما دام عندي جذر في أحد
البسط أو المقام بروح بضرب في مين؟ في المرافق للمقدار اللي فيه الجذر. يبقى هذا الكلام بده يساوي ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للاثنين واثنين، بشرط انه الاكس زائد الواي ما يساويش أربعة. لمين؟ للاكس زائد الواي ناقص أربعة على الجذر التربيعي لاكس زائد الواي ناقص اثنين. في مين؟ في الجذر التربيعي لاكس زائد واي زائد اثنين على الجذر التربيعي للاكس زائد واي زائد اثنين. هذا الكلام بده يساوي ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للاثنين واثنين، بشرط انه الاكس زائد الواي ما يساويش الاربعة. طبعا بصير عندي مين؟ الاكس زائد الواي ناقص الاربعة في الجذر التربيعي للاكس زائد واي زائد اثنين، كل هذا مقسوما على. أليس هذا هو تحليل الفرق بين المربعين؟ بترجعه إلى أصله، يبقى مربع الكمية الأولى الحمد لله الجذر مع السلامة بيطير، بظل عندي X زائد Y وهنا ناقص 4. المقدار هذا هو نفس المقدار اللي عندنا، هذا بيتم الاختصار، وبالتالي بتقول المسألة إلى ليميت لما X و Y بدها تروح للاثنين واثنين، بشرط انه اكس زائد واي لا يساوي اربعة للسكوير روت للاكس زائد واي زائد اثنين. بنروح نعوض تعويض مباشر، يبقى هذا الكلام بده يساوي الجذر التربيعي للاثنين زائد اثنين زائد اثنين، ولو كله على بعضه بيساوي قديش؟ بده يساوي اربعة. اذا نهاية هذا المقدار تساوي قديش؟ تساوي اربعة. يبقى بناء عليها بنات الليمت لهذه الفانكشن اعطتني أربعة، وحلينا عن طريق احدى الطرق وهي الضرب في مرافق المقام، او لو حللنا البسط كفرق بين المربعين واختصرنا سوف نصل الى نفس النتيجة. السؤال الذي يليه سؤال خمسة، يبقى فيه بدي ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو زيرو لمين؟ لواحد ناقص كوساين اكس واي مقسوما على اكس واي اتسل. تعبد المباشر قديش بجيب؟ ممتاز جدا، يبقى دبر حالك. شوف شو هذا يعني نضرب في ايش؟ مرافق البسط. وجهه نظر سليمه 100%. انا عندي واحد ناقص كوساين اكس واي، يبقى بدي اضرب في واحد زائد كوساين اكس واي واقسم على واحد زائد كوساين اكس واي واروح اكمل عادي جدا. يبقى هذا ضرب في المرافق، لكن السؤال اللي قبله ضربنا في المرافق، اذا انا لي خطر افكر بطريقه ثانيه. الكلام اللي قلته صح وبحلوا السؤال 100%، ولا واحد بيقدر يعترض عليكم. تمام؟ لكن انا بفكر في شغله ثانيه. انا بعرف شويه حساب مثلثات، وبالتالي بدي افبرك هذه المساله بحيث احطها في شكل اخر باستخدام قواعد حساب المثلثات اللي درست في كالكولس A. سؤال، هذه مين؟ هذه كوساين اكس واي. ساين تربيع كلام لازم بس مضروبه في اثنين، لانه كوساين تربيع الاكس يساوي نص في واحد ناقص كوساين اثنين اكس. اذا انا لو رجعت الى حساب المثلثات بقدر اقول ليميت لما الاكس والواي بدها تروح الى زيرو وزيرو للاثنين ساين تربيع اكس واي على اثنين، كل هذا الكلام على اكس في مين؟ في الواي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف شو بدنا نسوي.
باجي بقول لو اثنين اللي فوق شقلبتها ونزلتها تاع ايش بصير؟ اكس واي على اثنين، صحيح ولا لا؟ يبقى هذه بدها تصير ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو زيرو لساين تربيع اكس واي على اثنين على اكس واي على اثنين. كلام سليم 100%. صارت الزاوية اللي عندنا اكس واي على اثنين وهذا اكس واي على اثنين، بس هذا ايش؟ اكس واي مش اكس واي بدها تروح لهكذا. يبقى رتب امورك، شوف ليش بصير فيها هذه. هذه الان لو عوضنا تعويضا مباشرا ايش بتعطي؟ زيرو على زيرو، صحيح ولا لا؟ كويس. يبقى لو عملتها بشكل اخر ورحت قلت هذه الليمت لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو زيرو، ورحنا قلنا هذه عباره عن ساين اكس واي على اثنين على اكس واي على اثنين في ساين اكس واي على اثنين، مظبوط؟ طب الليمت الاولى بقديش بدها؟ بواحد. طب والثانيه؟ زيرو. يبقى هنا بقديش؟ في زيرو. يبقى النتيجة تساوي زيرو. الآن لو رحت ضربت في المرافق لازم تطلع النتيجة زيرو، لو ما طلعتش زيرو معناته هذا حلنا غلط. يبقى جود اكسرسايز لك تروح تحل المسألة بطريقة الضرب في مرافق البسط وهو واحد زائد كوساين اكس واي. حليه في البيت ها بالطريقة الثانية وهي الجواب معك. السؤال السادس في اي بدي ليميت لما الاكس والواي والزد بدل متغيرين بدي اخليهم ثلاثة يا بنات، لمين؟ لناقص ربع وباي على اثنين واثنين، لمين؟ لتان انفرس اكس واي زد. بقول كويس، عاود تعويض مباشر ويلا نشوف شو اللي بده يطلع. يبقى هذه ويساوي تان انفرس لمين؟ للاكس اللي يسالب ربع مضروبه في باي على اثنين في اثنين، اثنين مع اثنين بتروح بتصير تان انفرس لباي على اثنين، بس باي على اربعه طبعا، مش باي على اثنين، باي على أربعة وبإشارة سالب. مظبوط هيك؟ السؤال هو هل التان انفرس اود ولا ايفن فانكشن؟ اود. يبقى سالب شرفنا برا، يبقى هنا ناقص تان انفرس لمين؟ للباي على أربعة ويساوي ناقص قديش بالله تان انفرس باي على أربعة؟ قديش؟ كده يظل الخمسة واربعين بواحد، إذا تان انفرس لباي على أربعة بده يساوي واحد، يبقى الليمت تساوي قديش؟ سالب واحد. إذا يا بنات زي ما أنتم شايفين المعلومات اللي درسناها على functions of two variables في حالة الليمت صحيحة لل functions of three variables or variables or n variables مهما كان شكل مين؟ شكل المتغيرات اللي عندك. مين بتسأل؟ اشتري انفرس واحد تساوي طيب تان انفرس باي على أربعة هي اللي بتساوي واحد، ليش نقول تان انفرس استنى شوية باي على أربعة تقع في الدومين تبعها، لأن الدومين تان انفرس من سالب إنفينيتي إلى إنفينيتي هي تان انفرس 1، هذه بتضلها زي ما هي، صحيح؟ صحيح يا بنات؟ هذه بتضلها سالب تان انفرس باي على أربعة كما هي، بدك تطلع قيمتها عددية على الجهاز بتكيش بلاش خليها زي ما هي، هذا بدناش، المهم نوصل إلى نتيجة. كويس، نيجي الآن للسؤال رقم 2. سؤال رقم 2 على نفس الموضوع بقول ما يأتي F إذا كان 2 absolute value لX Y ناقص X تربيع Y تربيع على 6 أقل من 4
ناقص 4 كوساي الجذر التربيعي لابسوليوت فاليو للاكس واي اقل من 2 ابسوليوت فاليو للاكس واي. فايند بدنا قديش ليميت لما الاكس والواي بدها تروح لزيرو وزيرو لمين؟ للأربعة ناقص أربعة كوساين الجذر التربيعي لأبسوليوت فاليو لإكس واي على أبسوليوت فاليو لمين؟ للإكس واي. سؤال مرة ثانية بقول لو عندك ثلاث دوال، الدالة الأولى أقل من الدالة الثانية أقل من الدالة الثالثة، بدي ليميت للدالة اللي في النص مقسومة على أبسوليوت فاليو لإكس واي. لأول وهلة من حد ما أشوف السؤال بهذا الشكل شو ممكن تغيرها؟ لأن هذه كأنها مقارنة بين الليميتس لمين؟ لثلاث دوال. إذن أنا بدي أروح أستخدم صلاحياتي في حل هذه المسألة. كونه في عندي أبسوليوت فاليو، إذا احتمال الإكس واي الأبسوليوت إلها ليطلع منها يكون رقم موجب، يا يعني إن كانت الإكس في الواي سالب الأبسوليوت فاليو إلها بده يطلع برقما سالبا، وطبعا الأبسوليوت دائما هو بيطلع رقم موجب، لكن لما يكون رقم سالب بيكون اللي جوا سالب بصير إيه؟ بصير موجب. إذا بدي أقسم الشغل عندي إلى جزئين. الشغل الأولاني لو كانت الإكس واي greater than zero، إذا لو كانت الإكس واي قيمة موجبة إيش اللي بدي يحصل في هذه الحالة؟ كويس، يبقى بدي أجي أقول بدي تصير الأبسوليوت value للإكس واي إيش بصير؟ دائما وأبدا موجبة، صحيح ولا لا؟ يبقى بصير المسألة كالتالي، يبقى بصير عندي هنا اثنين اثنين اكس واي ناقص اكس تربيع واي تربيع على ستة، هذه أقل من أربعة ناقص أربعة كوساين الجذر التربيعي لمين؟ لا الاكس واي أقل من مين؟ أقل من 2 إكس في واي. إذا ما دام الإكس واي موجب بقدر أقسم عليها كلها. يبقى إيش بصير عندي يا بنات هنا؟ يبقى 2 ناقص إكس تربيع واي تربيع على 6 إكس واي أقل من 4 ناقص 4 كوساين الجذر التربيعي. لمن هذا حطيت الأبسوليوت ما دام موجب، والله ما حطيتهاش سياب. يعني لو شلتها والله حطيت انها موجبة ما عنديش مشكلة فيها. على مين؟ على اللي هو اكس واي مقسوما على اكس واي، يبقى هنا اقل من مين؟ اقل من 2. طيب خذي لي الليمت للثلاثة اطراف. بدنا ناخذ الليمت للثلاثة اطراف وقت ايش؟ لما الاكس واي بده يروح لزيرو زيرو. يبقى بده يصير عندي هنا الليمت لما الاكس والواي راح للزيرو زيرو للاثنين ناقص اكس تربيع واي تربيع على ستة اكس واي. طبعا لو اختصرنا يا بنات ايش بصير عندي هنا؟ بصير هنا ستة فقط وهذه اكس في واي اقل من او يساوي الليمت لما اكس وواي بدها تروح للزيرو زيرو للأربعة ناقص أربعة كوساين أبسوليوت فاليو للإكس واي على الإكس واي أقل من أو يساوي ليميت لما الإكس والواي بده يروح للزيرو زيرو لمين؟ للاثنين. طيب
طب لما الاكس واي بتروح لزيرو زيرو هذا الترم قديش يا بنات؟ يبقى صار لي 2 بدها اقل من ليميت لما الاكس والواي بده يروح الى زيرو زيرو للاربعة ناقص اربعة كوساين ابسوليوت فاليو للاكس واي على الاكس واي. لو حطيت الابسوليوت في مشكلة؟ لا ما هي بالموجب، بس مشان شكل اللي هو المطلوب ليس الا اقل من 2 بسون جوش ثيوريم. ليميت اللي في النص بقديش؟ الاثنين. يبقى باجي بقول له باي ساندويش ثيوريم بصير الليمت لا الأربعة ناقص أربعة كوساين الجذري التربيعي لابسوليوت فاليو للإكس واي على الابسوليوت فاليو للإكس واي لما الإكس والواي بدها تروح لزيرو زيرو بده يساوي قديش؟ 2. هذا لو كانت إكس واي أكبر من مين؟ من الزيرو. بدي أجي أخذ إف الإكس والواي أقل من الزيرو، يعني حاصل ضربهما كان كمية سالبة. ويحدث هذا الكلام لو كانت إكس بالسالب وواي بالموجب أو العكس إكس بالموجب وواي بالسالب. يبقى المسألة تبعتي هذا بقدر أكتبها على الشكل التالي. يبقى 2 ناقص إكس تربيع واي تربيع على 6 أبسوليوت فاليو للإكس وواي أقل من 4 ناقص 4 كوساين الجذري التربيعي لأبسوليوت فاليو للإكس واي كله مقسوما على أبسوليوت فاليو للإكس واي أقل من قديش؟ أقل من 2. طيب الآن لما تبقى هذه سالبة بقدر أتخلص من هذا الأبسوليوت، وبالتالي بصير المسألة 2 زائد اللي هو اكس تربيع واي تربيع على 6 اكس واي، يعني شلت الابسوليوت وحطيت إشارة سالب مع السالب ايش بصير؟ بالموجب هنا اقل من اللي هو 4 ناقص 4 كوساين الجذري التربيعي للاكس في الواي على ابسوليوت فاليو للاكس واي اقل من مين؟ اقل من الاثنين. بعد هيك بدنا نروح ناخذ الليمت للطرفين ونشوف ايش بدها تعطينا هذه. طيب خذ الليمت للثلاثة أطراف بصير ليميت للاثنين زائد. لو اختصرنا هذه البنات ايش بصير؟ اكس واي على 6 لما اكس واي بدها تروح للزيرو والزيرو أقل من ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو للأربعة ناقص أربعة الجذري التربيعي الكوساين الجذري التربيعي كوساين الجذري التربيعي لابسوليوت فاليو للاكس واي على ابسوليوت فاليو للاكس واي اقل من ليميت للاثنين لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو. هذه حتدي لي قديش؟ مثلا عندي قديش؟ 2 اقل من ليميت اكس وواي بدها تروح للزيرو والزيرو للاربعه ناقص اربعه كوساين الجذري التربيعي للاكس واي ابسوليوت فاليو اكس واي اقل من او يساوي 2. برضه بيسال وش تيرم؟ باي ساندويش تيرم الليمت لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو كل هذا الكلام للمقدار 4 ناقص 4 كوزاين
السكوير روت للابسوليوت فاليو للاكس واي على الابسوليوت فاليو للاكس واي بده يساوي قديش؟ 2. اطلعي لي في العلاقة رقم 1، هاي 1، وهذه العلاقة رقم 2. إذا سواء كانت اكس واي موجبة والله سالبة تفرقش عندنا، يبقى ضاس وهكذا أو فروم ضاس اللي هو الليمت اللي هو الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو للأربعة ناقص أربعة كوساين الجذري التربيعي لابسوليوت فاليو للإكس واي على أبسوليوت فاليو للإكس واي بده يساوي 2، وهذا الكلام فروم 1 و2. يبقى هذا مثال عملي على استخدام النقطة السادسة من خواص الليميتس على الفانكشنز of several variables. ريمارك. if a function f of x y has different limits as different limits along two different passes two different passes عبر مسارين مختلفين as x y بدها تروح إلى X node و Y node then the limit لل F of X و Y لما X و Y بدها تروح إلى X node و Y node does not exist. نرجع للريمارك اللي احنا كاتبينها مرة ثانية، نقرأ شو المكتوب نحاول نفهمه تماما. ايش بقول لي؟ بقول لو عندك دال اف اوف اكس واي هاز ديفرنت ليميتس نهايات مختلفة الونج تو ديفرنت باثز عبر مسارين مختلفين، لما الاكس واي بدها تروح للاكس نود واي نود then limit لل f of x و y لما ال x و y بتروح ل x نون does not exist. يبقى هذه وسيلة من إحدى الوسائل تثبت أن الليمت هذه ما لها does not exist غير موجودة. كيف هذا الكلام؟ بقولها كويس، افترضي عندنا محاور وقلنا هذا محور x وهذا محور y، أخذنا نقطة زي النقطة هذه مثلا، هذا الإحداث يتبعها X نود و Y نود، أي منحنى يمر بهذه النقطة ممكن أخذ مسار من المسارات اللي احنا بنحكي عنها، وبالتالي قد يكون المسار خط مستقيم أفقي، قد يكون خط مستقيم رأسي، قد يكون خط مستقيم مائل، قد يكون منحنى على سبيل المثال. يعني ممكن أقول هذا مسار
بدي اروح في وين؟ على النقطة هذه. اجا واحد ثاني قال لي لا، ممكن يكون هذا ما صار انا رايح في على النقطة، ممكن من تحت ما عندنا مشكلة. واحد قال لي لا، انا في عندي منحنى، المنحنى ممكن يجي هيك، يبقى انا رايح على النقطة لان هذا. اجا واحد ثاني قال لي لا، انا ممكن اطبع المنحنى بالشكل هذا هيك، المهم المسار بده يكون ماله رايح على النقطة. يبقى لو اخذت مسارين اثنين، اخذت الليمت مع المسار الاول لما الاكس واي بده يروح لنفس النقطة هذه، لقيته سوى رقم، مشيت على مسار ثاني واخذت الليمت اعطاني رقم ثاني غير الرقم الاولاني. يبقى في هذه الحالة بقول الليمت معناها تظبط، مشان الليمت يثبت كل المسارات التي تمر بهذه النقطة بتؤدي إلى نفس النتيجة. إن حدث ذلك يقولوا الليمت يجلس، ما حدث يبقى الليمت ضازمة. واحدة هتسأل سؤال، قالت لي أفرض في هذه النقطة أنا بس عندي 10 مسارات، قلت لها أيوة، قالت 9 مسارات أعطوني نفس النتيجة والمسار العاشر أعطاني نتيجة مختلفة، إذا ضازمة إكزيست على طول خط إكزيست بدها تكون لجميع المسارات التي تمر بهذه النقطة. تمام؟ إذا بناء عليه وضحت الصورة اللي عندنا هذه؟ مش تاخذي لي مسار لا يمر بالنقطة وتروحي تحس بتقولي does not exist، والله exist. المسار اللي بتاخذيه بدك تتأكدي فعلا إنه يمر بهذه النقطة. لو أخذتي مسار آخر لا يمر بصير كلامك غلط. تمام؟ نعطي أمثلة توضيحية على ذلك. يبقى example. Show that the following limits show that the following limits does not exist. Does not exist as xy بدها تروح إلى الزيرو والزيرو. نمرة A بدها ليمت، ليمت لمين؟ للإكس تربيع ناقص واي على الإكس ناقص الواي. طبعا لما الإكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو، أنا عندي فانكشن وبدي أحسب بالليمت لهذه الفانكشن عند مين؟ عند نقطة الأصل. برجع بقول شو بمر بنقطة الأصل؟ محور إكس، محور واي، واي تساوي إكس تربيع، واي تساوي إكس تكعيب، واي تساوي الجذر الثالث لإكس إلى آخره، واي تساوي إكس تربيع زائد واحد. بتمرش بنقطة الأصل، ليش بتيجي منها فوق من المرأة؟ يبقى بنفعش أخذ المسار واي تساوي إكس تربيع زائد واحد، لأنه إذا جيت مع مسار لا يمر بهذه النقطة إذا شغلك هذا غلط. يبقى المسار اللي بدي أخذ يتأكد فعلا إنه يمر بهذه النقطة حتى يكون كلامنا ماله صحيح. طيب خليني أختار مسار ما وأشوف إيش بدي. لو أخذت مثلا على سبيل المثال عبر محور إكس، يبقى بدي اجي اقول له take the path، خذ لي المسار y تساوي 0. مين y تساوي 0؟ اللي هو x axis، اللي هو x axis. يبقى بتصير هذه يا بنات limit لما ال x وال y بدها تروح لمين؟ لل x لل 0 وال 0 للزيرو والزيرو لميم. بدي اشيل الواي واحط مكانها زيرو، ايش بصير؟ عندك اكس تربيع على اكس، يعني ليميت لما الاكس والواي راحت للزيرو والزيرو فقط لا اكس، قديش بيطلع عندي؟ زيرو. طيب الان بدي اجي اقول له تيك ذا باث
خذ للمسار مثلا اكس تساوي زيرو. اللي هو مين؟ الواي اكسس، يعني الواي اكسس. ايش بده يصير؟ ليميت لما الاكس والواي بدها تروح لزيرو زيرو. لمين؟ لا الاكس تربيع، الاكس قديش قلنا؟ بزيرو. بضل عندي قديش؟ ناقص واي على ناقص واي. قديش بيطلع الليميت؟ واحد صحيح. يبقى هنا واحد صحيح. شو رايكم في الثنتين الاثنين هذول؟ ثنتين مختلفتين. يبقى هنا بروح بقول له سو الليميت للاكس تربيع ناقص واي على اكس ناقص واي لما الاكس والواي بده يروح ل 0 و 0 does not exist because انه الزيرو لا يساوي الواحد. يبقى بناء على الليمت اللي عندنا مالها does not exist. نعطي كمان مثال يا بنات. نمرة بي إذا الليمت أما الإكس وواي إذا تروح من زيرو زيرو لبين لا الإكس واي تكعيب على إكس تربيع زائد واي والستة. يبقى واي والستة. طبعا تعالوا المؤشر بيجيب لي زيرو على زيرو. يبقى بدي اختار مسار فعلا يمر بنقطة الاصل. مثلا لو واي تساوي اكس. مش واي تساوي اكس؟ خط مستقيم بنصف اللي هو الزاوية بين محور اكس وبين محور واي الربع الاول بنصفه بمر بنقطة الاصل. يبقى باجي بقول له مثلا في باث المسار اللي هو y تساوي x. شوف ايش اللي بده يصير. يبقى بصير ليميت لما x و y بدها تروح ل 0 0. اذا بدي اشيل كل y واحط مكانها x او اشيل كل x واحط مكانها y سواء كانت هذه او تلك الاثنين ار ذا سيم. يبقى ايش بصير عندي هنا x وهنا x تكعيب على x تربيع زائد x أس 6. يبقى يا بنات صارت هذه كأنها ايش؟ ليميت لما ال x والواي بدها تروح ل 0 0 ل x أس 4 على x تربيع عامل مشترك بضل 1 زائد x أس 4. لو اختصرنا هذا ايش بصير؟ بصير ليميت لما ال x والواي بدها تروح للزيرو والزيرو للإكس تربيع على واحد زائد إكس أس أربعة. نشيل كل إكس ونحط مكانها زيرو. يبقى إيش بصير؟ زيرو على واحد زائد زيرو ويساوي زيرو. نجرب أي مسار آخر بحيث المسار يمر بنقطة الأصل. يبقى لو جيت قلت لك الآن take the path مثلا على سبيل المثال y يساوي الجذر الثالث ل x يعني x أس ثلث. متذكرين المنحنى هذا يا بنات؟ عارفينه يعني؟ كالكولاس a هاي هذا محور x هذا y هذا نقطة المنحنى بيجيك هيك بيجي بالشكل هذا. يبقى هذا y تساوي x أس ثلث. يبقى فعلا يمر بنقطة الأصل اللي عندنا. يبقى شوف ايش اللي بده يصير. بده يصير ليميت لما ال x وال y بده يروح
لزيرو زيرو الأمام، للدالة اللي عندنا هذه، يبقى هذه إكس، الواي اللي هي الجذر الثالث لإكس، الكل تكعيب على إكس تربيع زائد الجذر الثالث لإكس أس 6، يبقى ليميت لما الإكس والواي بدها تروح لزيرو وزيرو. هذه بنت باعتبارها إكس أس تل، الكل تكعيب يبقى إكس أس 1، وعند إكس إيش بصير؟ إكس تربيع فقط لا غير، إكس تربيع، وهذه إكس أس تل أس 6، يبقى أس مركب بصير قداش؟ إكس تربيع. يبقى صارت هذه الليمت لما الإكس والواي بدها تروح إلى زيرو زيرو للإكس تربيع على 2 إكس تربيع. يبقى الليمت هذه تساوي قديش يا بنات؟ نص. نختصر إكس تربيع مع إكس تربيع بتعطي نص. تطلعي هنا نص وهنا زيرو، يبقى الليمت داز نوت إكزيست. يبقى الليمت لمين؟ للإكس واي تكعيب على إكس تربيع زائد واي أس 6 لما إكس وواي بدها تروح لزيرو وزيرو داز نوت إكزيست، بيكوز اللي هو زيرو لا يساوي نص، ولا تشبيه تماما زي ما كنا في كالكولاسية بناخذ الليمت من اليمين ومن الشمال. إذا اختلفت اليمين على الشمال هو الليمت داز نوت إكزيست. إذا هنا لو مسارين مختلفين مشينا مع الأول ومشينا مع الثاني وخدنا ليمت وأعطاني ديفرنت ليمت، قيمتين مختلفتين، إذا بروح بقول له إن الليمت اللي عندي هذه مالها؟ داز نوت إكزيست. بس مسارين لوحدهم؟ كيف؟ بس مسارين؟ مش سامع. بس مسارين وكفيني 2. لو فضل في واحد ثالث وخلينا ان شاء الله يكون في 15. سمعت ايش قلنا لك في الاول؟ قلنا لك افترضي انه عندي 10 مسارات، ولا ما شرحت الجزء النظري قبل الامثله، ولقيت 9 مسارات اعطاني نفس القيمه، لكن المسار العاشر ما اعطانيش نفس القيمه، اذا الليمت ايش قلنا؟ Does not exist. يعني عندي 35 طالب لقي لي 18، يعني النص. جاهزين؟ يلا ماشي. طيب يا بنات، هذا الكلام اللي شفتوه قبل قليل كله موجود في الجزء النظري تبع الكتاب، لكن راح حط جزء نظري كمان وين؟ في الاكسرسايزز. يبقى الجزء اللي في الاكسرسايزز بدنا نجي ونشرح هذول لانه يترتب عليه اسئله كثيره. الان بجي بقول لو جينا نشتغل مباشر زي ما كنا بنشتغل تو في كل الامثله السابقه، وطلع الليمت زيرو على زيرو، ما لا نهايه ما لا نهايه، زيرو في مالا، يعني شغلات does not exist إذا، ومش قادر أتلحلح أو أحرك حالي مع المسألة اللي موجودة، شو نعمل في مثل هذه الحالة؟ قال لي بسيطة، تحول إلى البولر كوردينتس، تحول مسألتك إلى الإحداثيات القطبية، بصير المسألة سهلة وبنحل المسألة بكل سهولة، تمام؟ طيب كيفك تحول للبولر كوردينتس؟ هذا ما سنضعه في صيغة الريمارك التالية. يبقى قلت لي ريمارك if we cannot find إذا مش قادرين نوجد الليمت للإف أوف إكس وواي لما الإكس والواي بدها تروح إلى إكس نود وواي نود، شو نعمل في هذه الحالة؟ وي تشينج وي تشينج
to the polar coordinates. ونتحول إلى الإحداثيات القطبية. من الإحداثيات القطبية الx يساوي r cosine theta والy يساوي r sine theta، وعندك ال r تساوي الجذري التربيعي لx تربيع زائد y تربيع. ولاحظ إنه ال r بدها تروح للزيرو f and only f ال x، وال y بدها تروح للزيرو والزيرو. خلينا نوضح الكلام اللي احنا بنقوله بالرسم ثم نبدا نشتغل به. يبقى لو جيت اخذت محاور بهذا الشكل يا بنات وقلت هذا محور x وهذا محور واي وهذه نقطة الأصل. جينا رسمنا الدائرة اللي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها يساوي R على سبيل المثال. يبقى هذا اللي هو R نصف القطر تبع هذه الدائرة. هذه النقطة عند محيط الدائرة بدي أسميها اللي هي X و Y في الكارتيزيان كوردينيتس. لو كانت الزاوية هذه اللي هي الزاوية ثيتا ونزلت من هنا عمود، يبقى هذا X وهذا Y. يبقى X اللي عندي تساوي R كوساين ثيتا، والY اللي عندي هذه R ساين ثيتا لأنه الزاوية هذه زاوية قائمة. طب لو ربعت وجمعت ايش بصير عندي؟ x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع كوساين تربيع زائد r تربيع ساين تربيع. باخذ r على التربيع اعمل مشترك كوساين تربيع زائد ساين تربيع بعدين واحد يبقى بصير x تربيع زائد y تربيع تساوي r تربيع. اذا بدي r بقول السكوير روت للx تربيع زائد y تربيع. اذا عرفنا العلاقه الاخيره من اين جاء. طيب لو يا بنات الاكس راحت للزيرو والواي هذه نزلت للزيرو، يعني لو هذه خلينا وصلت هنا يبقى اكس نقصت وواي نقصت، ار بتزيد ولا بتنقص؟ يعني افترض هنا وصلت لهنا كيف؟ يعني اخذت النقطة هيك صارت الواي صغيرة والاكس أكبر شوية مثلا على سبيل المثال. يبقى إذا الإكس راحت للزيرو والواي راحت للزيرو بتروح للزيرو طبيعي، يبقى الآر بتروح للزيرو لو كان الإكس وواي راحت للزيرو. يبقى بناء عليه لو كانت الليمت إكس وواي بتروح للزيرو زيرو حول إلى بولر كوردس بتصير الآر بتروح للزيرو. وضحت الصورة؟ نعطي أمثلة توضيحية على هذا الكلام. إكزامبل find the following limits. Find the following limits if it exists. نمرة A بدنا limit لمين؟ لا كوساين افتح القوس x تكعيب ناقص y تكعيب على x تربيع زائد y تربيع لما x و y بدها تروح لوين؟ للزيرو والزيرو. طبعا أول ما يجي في ذهن الإنسان يقول بدي أحلل الزاوية اللي عندنا كفرق بين المكعبين، نفترض حللناها في اختصارات بينه وبين المقام؟ لا. هل يمكن تحليل المقام؟ برضه لا. لكن لو كانت إكس تربيع ناقص واي تربيع صحيح بصير تحليل واختصارات، إذا الوصف والمقام لا يمكن تحليلها. طب لو جيت عوضت تعويض مباشر يا بنات إيش بصير عندي؟ كوساين قديش؟ زيرو على زيرو، مش عارفينها.
نعرف شو زيرو عزيرو، هذا كمية غير معينة، إذا كوصل لك كمية غير معينة برضو بعرفهاش. طب كيف بدي أسوي للتحليل؟ مش قادر اختصار وهيك مش ضابطة أبدا بالمرة، مظبوط؟ يبقى فيش إمكانية في هذه الحالة بالطرق التي سبقت دراستها في الكارتيزيان كوردس نحل هذه المسألة. أحد مسائل الكتاب دير بالك في التمرين، تمام؟ طب كيف نسوي في هذه الحالة؟ إذن أوتوماتيك ماليش إلا تحول إلى بولر كوردينيتس. إذن لما تحول إلى بولر كوردينيتس بقول هذه ليميت لمين؟ لكوساين. باجي هذه ار تكعيب كوساين تكعيب ثيتا ناقص ار تكعيب ساين تكعيب ثيتا كله على ار تربيع كوساين تربيع ثيتا زائد ار تربيع في ساين تربيع ثيتا كله الليمت لما الار بدها تروح لوين؟ للزيرو. الان صار في عندي اختصارات، بقدر اخذ ار تكعيب عامل مشترك وبقدر اخذ ار تربيع عامل مشترك، وبالتالي بتقول المساله الى الشكل التالي: ليمت لما الار بدها تروح للزيرو لكوساين. هنا يا بنات ار تكعيب، ار تكعيب في مين؟ في كوساين تكعيب ثيتا ناقص ساين تكعيب ثيتا على ار تربيع فقط لا غير في كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا بالشكل اللي عندنا هذا. طيب لما نختصر هذا ايش بصير؟ بصير ليميت لما الار بدها تروح للزيرو لكوساين ار في كوساين تكعيب ثيتا ناقص ساين تكعيب ثيتا على قديش؟ مع السلامة راح. يبقى شايفة كيف لما حولت إلى البولر كوردينيتس تبسطت المسألة عندي وصارت بالشكل اللي عندنا هذا. طب لما الار بدها تساوي بدها تروح للزيرو، يبقى هذا ايش بصير؟ كوساين صفر في القوس بيعطيك كوساين زيرو لو قديش؟ واحد. إذا المسألة ما كنتش قادر تلحلح فيها في الكارتيزيان كوردينيتس، لما حولتها إلى البولر كوردينيتس صارت عملية سهلة، وبالتالي حصلت على قديش مقدار هذه الليمت. ناخذ كمان مثال نمرة بي. بدنا الليمت لما الإكس والواي بدها تروح لزيرو زيرو لتان انفرس اللي هو مين؟ ابسوليوت فاليو لاكس، ابسوليوت فاليو لواي على اكس تربيع زائد واي تربيع بالشكل اللي عندنا هذا. برضه التعويض المباشر بيجيب لي زيرو على زيرو، صح؟ اذا بتحول لمين؟ للبولر كوردينيتس. يبقى هذه بصير ليميت لما الار بدها تروح للزيرو لتان انفرس، وهي القوس هذا ابسوليوت فاليو للار كوساين ثيتا، ابسوليوت فاليو للار ساين ثيتا كله على ار تربيع كوساين تربيع ثيتا ار تربيع ساين تربيع ثيتا وهي القوس. هذا الكلام بده يساوي ليميت لما الار بدها تروح للزيرو لتان انفرس وهي القوس. الابسوليوت فاليو لار كوساين يعني ابسوليوت فاليو لار في ابسوليوت فاليو للكوساين. عمر المسافه يا بنات هذه كانت سالبه وموجبه، يبقى الابسوليوت للكوساين وهذا ار بره. يبقى لو اخذت ار عامل مشترك بضل كوساين ثيتا زائد ساين ثيتا كابسوليوت وهذه كابسوليوت قوس على هذه ار تربيع في مين؟ في كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا بالشكل اللي عندنا. يبقى هذا الكلام يساوي ليميت لما الار بدها تروح للزيرو لمين؟
لتان انفرس ابسوليوت فاليو لكوساين ثيتا زائد ابسوليوت فاليو لساين ثيتا كله على ار. اختصرنا ار مع ار تربيع، كوساين تربيع زائد ساين تربيع اللي هي اب واحد. طب لما الار بدها تروح للانفينيتي يبقى ايش بصير يا بنات؟ تان انفرس شكل على زيرو قديش؟ انفينيتي تان انفرس اللي قديش؟ باي على اثنين، يبقى الليمت بدها تساوي باي على لحد هنا ستوب. يكفينا على النقطة الأولى من هذا السكشن، بدنا نروح للنقطة الثانية اللي مرتبطة مع هذه النقطة تماما اللي هو الكونتينيوتي. نعرف الكونتينيوتي بالشكل التالي: A function f of x y is said to be continuous، نقول عليها دالة متصلة، at the point عند النقطة x not y not f. إذا تحققت عندي ثلاثة شروط، الشرط الأول f is defined at x not y not. الشرط الثاني لو كانت الليمت لل f of x و y لما ال x وال y بدها تروح ل x نود و y نود exist. الشرط الثالث لو كانت ال f of x نود و y نود تساوي limit f of x و y لما ال x وال y بده يروح إلى X نود و Y نود. لما ننظر إلى الشروط الثلاثة، هل اختلفت عن الشروط الثلاثة تبعت الكونتينيوتي لفانكشن فيه وان فاريبل تبعت كالكولاس A؟ يبقى هي إياها، اللهم إلا حولناها بحيث تتناسب مع الدالة في متغيرين أو ثلاثة متغيرات أو إن من المتغيرات وهكذا. يبقى الدالة بقول عنها continuous عند النقطة X نود و Y نود إذا الدالة كانت معرفة عند هذه النقطة، أو F of X نود و Y نود exist. مش هذا نفس المعنى؟ من الثاني الليمت كانت exist، ثلاثة اثنين هدول بدهم يساووا بعض. يبقى ال f of x نود و y نود بده يساوي الليمت تبعت ال f of x و y لما ال x و y بتروح ل x نود و y نود. إذا تحققت الشروط الثلاثة في آن واحد بقول الدالة متصلة عند هذه النقطة. طيب في كالكولاس A أخذنا بعض الشغلات أو بعض النظريات أو بعض القواعد للكونتينيوس فانكشن الصحيحة هنا، زي إذا عندي تو فانكشنز والتنتين كانوا متصلات يبقى المجموعة تصل وحاصل الضرب والقسمة والضرب في مقدار ثابت إلى آخره، كثيرات الحدود دوال متصلة، الراشونال فانكشن بحيث المقام ما يساوي زيرو كذلك كلها دوال متصلة. إذا هذا الكلام ينطبق على الكلام في حالة الفانكشنز أوف تو فاريبلز. بروح بحطه في الريمارك التالي F ال F and ال G are continuous functions دوال متصلة. Then النقطة الأولى
الاف زائد او ناقص الجيم، الاف في جيم، الاف على جيم، وبشرط انه الجيم ما تساويش الزيرو، اند الاف اس ام على ان ار كونتينيوس، وبشرط انه الان ما تساويش الزيرو، اثنين الراشونال راشونال فانكشنز ار كونتينيوس، تبقى دوال متصلة الوجه، بحيث أن these functions are defined، حيث تكون دوال معرفة. نمرة ثلاثة، كثيرات الحدود polynomials are continuous functions. Examples. السؤال الأول، ويسأل هل الدالة هذه قابلة للاتصال ولا لا؟ Is the function f of x و y، أحطها على صيغة جزئين، x تربيع ناقص y تربيع على x تربيع زائد y تربيع، والx و y لا تساوي 0 0، وهنا بتساوي 0 لما x و y بدها تساوي 0 0، هل الدالة هذه continuous at 0 0 أم لا؟ هذا السؤال. ايه الكلام اللي احنا كاتبينه هنا؟ بيقول لي هل الدالة اللي عندنا هذه متصلة عند النقطة 0 0 ولا لا؟ طبعا دالة مجزأة إلى مين؟ إلى جزئين. بقول لي بدليل الشروط الثلاثة شو متحققة ولا لا؟ الآن f of 0 0 قديش يا بنات؟ 0. إذا معرفة، صح ولا لا؟ يبقى باجي بقول له هنا السوليوشن، أجل النقطة الأولى الـ f of 0 0 بده يساوي 0، هذا معناته إنه الـ f is defined، at اللي هو 0 0. إذا بتروح لمين؟ للكونديشن الثاني، بتروح آخذ الليمت لما الـ x والـ y بدي يروح للزيرو زيرو، للإكس تربيع ناقص واي تربيع على إكس تربيع زائد واي تربيع. لو أخذت مثلا عبر محور إكس يبقى واي بقد إيش؟ بزيرو. يبقى إيش بصير عندي؟ واحد. طب لو مسكت عبر محور إكس عبر محور واي يبقى إكس بقد إيش؟ بزيرو. بطلع الجواب سالب واحد، يبقى اللي من does not exist. يبقى هنا take the paths مسارين اللي هو x يساوي 0 and y تساوي 0 we get the limit لما ال x و y روح للزيرو و 0. بداخل مسار الأول x بزيرو، قديش بيطلع عندي يا بنات؟ ناقص y تربيع على y تربيع، اللي هو بقديش؟ ناقص واحد. and
المسار التالي ليميت لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو، واي تساوي زيرو، ايش بضل عندي؟ اكس تربيع على اكس تربيع تساوي واحد، هنا سالب واحد عبر المسار الاول، واحد عبر المسار الثاني، يبقى الليمت ماله؟ does not exist. يبقى هنا صار الليمت لما الاكس وواي بدها تروح للزيرو وزيرو، للاكس تربيع ناقص واي تربيع على اكس تربيع زائد واي تربيع does not exist. السبب because انه سالب واحد لا تساوي واحد. يبقى therefore الدالة بتبقى continuous ولا لا؟ f of x و y is not continuous at 0, 0. مثال رقم 2، يقول لي as the function، هل الدالة f of x و y تساوي 3 x تربيع y على x تربيع زائد y تربيع لما ال x وال y لا تساوي 0 0 وتساوي 0 لما ال x وال y بدها تساوي 0 و 0 continuous at 0 0. هذا السؤال solution. إذا نيجي نشوف شروط الكونتينيوتي الثلاثة، هل هي متحققة؟ والله غير متحققة. الدالة واضح انها معرفة عند زيرو زيرو، مظبوط؟ يبقى بقول الخطوة الأولى بتاخذ الـ f of 0 0 ده تساوي 0، هذا بيقول الـ f is defined at 0 0. بعد هيك بتاخذ الليمت للدالة اللي عندنا، كويس؟ يبقى بدي اخذ الليمت النقطة الثانية، بدي اخذ الليمت لمين؟ لما الاكس والواي بدها تروح للزيرو والزيرو لمين؟ لثلاثة اكس تربيع واي على اكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى بتروح اخذ مسارات، لكن واحد اشطر مني شوي قال له طيب جرب البولر يمكن تكون اسرع. مسارات بدك تاخذ مرتين بس في البولار مرة واحدة، بقول له ماشي. يبقى هذا الكلام بده يساوي الليمت لما الاكس والواي او بلاش اكس والواي، ار بدها تروح للزيرو، يبقى ار بدها تروح للزيرو لثلاثة، ار تربيع وساين تربيع ثيتا في الار في ساين الزاوية ثيتا على ار تربيع وساين تربيع ثيتا زائد ار تربيع ساين تربيع ثيتا. يبقى هذا الكلام بده يساوي ليميت لما الار بدها تروح للزيرو لمين؟ لثلاثة ار تكعيب مع الار تربيع اللي تحت، تصير ثلاثة ار في كوساين تربيع ثيتا في ساين ثيتا، واللي تحت الله يسهل عليك. طبعا ار مع ار تربيع مع ار تكعيب، ار تربيع مع ار تكعيب بضل ار، كوساين تربيع زائد ساين تربيع ثيتا اللي هو قديش؟ بواحد صاير.
عند زيرو نساوي قديش؟ زيرو. يبقى الليمت اكزيست وتساوي قديش؟ زيرو. وتساوي زيرو. والدالة معرفة وتساوي قديش؟ إذن هذه دالة كونتينيوس. سا الاف كونتينيوس ات زيرو وزيرو. يعني بدي اياكم تفهموا، اذا قلت عند الزيرو وزيرو ليس معنى هذا الكلام انه الداله اللي ما داز نوت اكزيست او في عندي ديسكونتينيوتي على طول. طب خذي لك المثال رقم 3. شو رايك دي فانكشنز؟ انه اي اس اكس ناقص 1 وكوساين اكس زائد واي على اكس تربيع زائد 1 زائد 3 ولين 5 زائد اكس تربيع زائد واي تربيع. هل هناك نقطة الدالة عندها مش معرف أي واحدة من دول الثلاثة؟ هاتوا لي إياها زفي. في نقطة مشتركة؟ كيف؟ نقطة مشتركة بيناتهم؟ لا، كل واحدة لحال. هذول ثلاث دوال، يعني ثلاث مسائل باعتبار. أي واحدة فيهم هاتي لي نقطة الدالة عندها غير معرفة. كلهم معرفة. اثنين. اثنين الاولانية اكسبوننشال فهي متصلة، والثالثة كوساين متصلة بسالب انفينيتي لانفينيتي، والثالثة اللين ها كمان دالة متصلة، صحيح ولا لا؟ إذا هذه كونتينوس فور اول اكس واي بلا استثناء. يبقى هذه ذا فانكشنز اللي عندنا هذول مالهم؟ كونتينوس for all x y بلا استثناء. طب ريمارك، the previous rules القواعد السابقة on the functions of two variables are true صحيحة are true for the function for the functions of three or more variables يعني لثلاث متغيرات أو أكثر برضو صحيح. examples نمرة إيه؟ ولي at what points at what points عند مين من النقاط does the following Does the following functions continuous? النقطة الأولى الـ f of x و y f of x و y يساوي x زائد الـ y على 3 ناقص ساين اللي هو الـ x. هل في نقطة يا بنات هذه الدالة عندها غير قابلة للاتصال؟ إذا في قولوا لي عنها. يلا عبال نمسح اللون. يبقى دي continuous for all x و y. يبقى هذه continuous for all x و y. طيب انتقل الكيل شوية. النقطة الثانية
اف او اكس واي تساوي لين اللي هو مين؟ اكس تربيع زائد واي تربيع. في نقطة عندها الدالة غير معرفة أو غير متصلة. الليل معرف لقيم موجبة صح ولا لا؟ بس هنا اكس تربيع واي تربيع، إن كانت الاكس والواي بالسالب والله من موجب، فالمربع موجب يظلك مين؟ صفر. بس نقطة الأصل يبقى هذه الدالة كونتينيوس ما عدا عند نقطة الأصل، يبقى هذه كونتينيوس for all x و y except ما عدا the point 0 0 أو ال origin. النقطة الثالثة اللي هي f of x و y f of x و y بدها تساوي ساين واحد على x y. يلا وين الدالة مش معرفة؟ صفر وصفر هي واحدة، صفر وأي رقم آخر رقم وصفر تمام. يبقى هنا هذه continuous except هذه continuous for all x except at the points اللي هم 0 و0 0 y x و0 والx والy بيسويش الزيرو، ما نوع يساوي الزيرو. طيب نمرة بي النقطة الأولى بيقول لي f of x و y و z x و y و z بده يساوي الجذر التربيعي ل x تربيع زائد y تربيع ناقص واحد. بدي النقاط اللي بتبقى الدالة عندها كونتينيوس، يبقى هذه كونتينيوس for all x و y و z except at x تربيع زائد y تربيع ناقص واحد ايمانها أقل من الزيرو صح ولا لا؟ ها إذا أكبر من الزيرو فيش مشكلة معرفة، لكن إذا أقل من الزيرو معرفة. أو إن شئتم فقولوا ها الإكس تربيع زائد واي تربيع أقل من واحد. طب مين هم النقاط هذول يا بنات؟ بس زيرو زيرو داخل الدائرة. إحنا في الفراغ إكس واي وزيد سلندر، يبقى كل النقاط اللي داخل الاكسبت ما عدا النقاط اللي داخل السلندر. يبقى هنا هذه معناها انها كونتينيوس اكسبت فور اول اكس واي وزد اكسبت ذي points interior the cylinder x تربيع زائد y تربيع يساوي واحد. يبقى عند كل النقاط داخل السلندر الدالة غير مطلقة، لكن برا كلها بتبقى معرفة. النقطة الثانية لو قلت لك f of x و y و z بدها تساوي x y sin واحد على z
يبقى هذه كونتينيوس فور اول اكس واي وزد التي لا تساوي اكس واي وزد. لو كانت الاكس واي بزيرو فيش مشكله، لكن الزد ممنوع تساوي زيرو، واحد على صفر بما لا نهايه غير معرف. هاي النقطه الثالثه اف اوف اكس واي وزد بدها تساوي اللي هو مين؟ واحد على زد ناقص الجذري التربيعي لإكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى كونتينيوس فور اول اكس واي وزد such that، وبحيث ان المقام ماله ممنوع يساوي زيرو، يبقى زد ناقص الجذري التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع لا يساوي زيرو، او زد لا يساوي اللي هو الجذري التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع، او زد تربيع لا يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. معادلة ايش هذه يا بنات؟ لو كانت تساوي كون مخروط صحيح، سيركيولر كون، القاعدة تابته هو عبارة عن ايش؟ دائرة. يبقى هنا اكسبت ذي بوينتس اون ذا سيركيولر كون اللي هو مين؟ زد تربيع يساوي اكس تربيع زائد واي تربيع. كل النقاط سواء كان داخل السيركيولر كون او الخارج السيركيولر كون بحيث ما تقعش عليه من الخارج، لانه اذا وقعت عليه بصير كلامي هذا ما هواش صحيح. طيب اكسرسايزز 14.2 المسائل التالية من 1 إلى 50 لو مالتيبل أوف 3 وزيادة عليهم، سؤال 55 و57 ومن 61 لغاية 66 الأوف